متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في هذا المساء. وعلى بركة الله ينطلق الشوط 11 الخاص للبكار الجذاع من مسافة 6 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية ومع أول المراكز. هنا الظبي بشعار رشدان بن عبيد بن سعيد بن رشدان، هنا يقدم لنا الظبي على أول الأسماء. ثاني المراكز وصلت هنا براقة بشعار حمد بن محمد بن حمد بن مسعود، يقدم لنا براقة على ثالث الأسماء. ثاني الأسماء، ثالث المراكز وصلت هنا القادمة الغزيل بشعار محمد بن مبارك بن علي المهندي، يقدم لنا الغزيل على ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت هنا القادمة والمنطلقة على رابع المراكز الفائزة بشعار علي بن جابر بن علي بن جابر الحنزاب، يقدم لنا الفائزة على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت مراسيل يوسف بن زويد بن برغش بن سالم الجحافي، يقدم لنا هنا مراسيل على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. وأعود مع البداية، أول المراكز الظبي بشعار رشدان بن عبيد بن سعيد بن رشدان، يقدم لنا الظبي على البداية. ثاني المراكز براقة حمد بن محمد بن حمد بن مسعود، يقدم لنا براقة على ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصل شعار المهندي، يقدم لنا الغزيل محمد بن مبارك بن علي المهندي. ورابع الأسماء قادمة هنا الفايزة علي بن جابر بن علي بن جابر الحنزاب على رابع المراكز. خامس الأسماء وصل الديرة، ديرة هنا بشعار عيسى بن سلطان بن مبارك آل سند الهاجري على خامس المراكز. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. وعود مع البداية، الظبي هنا على الانطلاق الأول بشعار رشدان بن عبيد بن سعيد بن رشدان، يقدم لنا الظبي على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المحطات وصلت براقة بشعار حمد بن محمد بن حمد بن مسعود، يقدم لنا براقة على ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت هنا ديرة هنا بشعار عيسى بن سلطان بن مبارك آل سند الهاجري هنا على ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت صناعة بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية، يقدم لنا صناعة. وصل هنا شعار الجريان، يقدم لنا صناعة على رابع المراكز ورابع الانطلاق. خامس الأسماء وصلت الفايزة من تبحث عن الفوز وعن الانتصار، يقدم لنا الفايزة علي بن جابر بن علي بن جابر الحنزاب هنا على خامس المراكز. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ونصل إلى منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي، ويتبقى لنا مثلها 3 كيلومترات خطيرة وقوية. وهنا البداية، أول المراكز الظبي رشدان بن عبيد بن سعيد بن رشدان، يقدم لنا الظبي من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. وثانيا وصلت براقة حمد بن محمد بن حمد بن مسعود، وفي ثالث الأسماء وصلت صناعة. وهنا قادم مع صناعة خليفة بن حمد بن خليفة العطية، يقدم لنا صناعة على ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت هنا ديرة بشعار عيسى بن سلطان بن مبارك آل سند الهاجري. وخامس المراكز قادمة هنا ومنطلقة على خامس المراكز الفائزة بشعار علي بن جابر بن علي بن جابر الحنزاب، يقدم لنا الفائزة على خامس المراكز.
وخامس التحديات. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء. سن الإجذاع وسن الإمتاع والإبداع. أعود مع الظبي. الظبي هنا على الانطلاق الأول، منطلقة بشعر رشدان بن عبيد بن سعيد بن رشدان. ثانيا صناعة من الجانب الآخر، قادمة صناعة بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية. هنا شعار الجريان يتسلل وينطلق إلى البداية. ثاني الأسماء، براقة يا براقة، حمد بن محمد بن حمد بن مسعود يقدم لنا براقة على ثالث المراكز. وهنا وصلت القادمة على رابع المراكز، وصلت ديرة بشعار عيسى بن سلطان بن مبارك السند الهاجري. وخامس المراكز وصلت القادمة الفايزة علي بن جابر بن علي بن جابر الحنزاب. هنا يقدم لنا الفايزة على خامس المراكز، ولكن البداية عادت هنا الظبي، عادت إلى الصدارة إلى أول المراكز. رشدان بن عبيد بن سعيد بن رشدان يقدم لنا الظبي هنا مع البداية مع أول الأسماء. صناعة قادمة بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا صناعة على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا وصلت براقة حمد بن محمد بن حمد بن مسعود. وهنا وصلت القادمة والمنطلقة الضبية. هنا وصل شعار سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري يقدم لنا هنا الضبية على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت مراسيل يوسف بن زويد بن برغش بن سالم الجحافي هنا على خامس المراكز. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. والظبي هنا بشعار رشدان بن عبيد بن سعيد بن رشدان. وصناعة ثانيا، قادمة صناعة، قادمة بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية. وهنا الجربوعي قادم مع الظبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. من الجانب الأخير آخر مراسيل يوسف بن زويد بن برغش بن سالم الجحافي. وفي رابع المراكز نوف خالد بن محمد بن فهيدة الفهيدة المري. صناعة غيرت وانطلقت إلى البداية. وهنا خليفة بن حمد بن خليفة العطية والجربوعي. هنا قادم مع الظبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. ولكن صناعة، ولكن هنا الظبية غيرت وانطلقت إلى البداية بشعار سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. انطلق الجربوعي وهناك العطية على ثاني الأسماء مع صناعة، ولكن الظبية هنا بشعار سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. سلام الجربوعي، سلام، تهانينا والناموس لمالك الظبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. تهانينا والناموس، واسعد الله مساك يا سعيد بن راشد صالح الجربوع المري على فوز الظبية. ثاني الأسماء وصلت هنا صناعة بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية. وفي ثالث المراكز وصلت حفلة بشعار سعود بن صالح بن حمد القمرة. وفي رابع المراكز مراسيل بشعار يوسف بن زويد بن برغش بن سالم الجحافي. وفي خامس المراكز وصلت هنا القويعية بشعار محمد بن سالم بن محمد الوهيبي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ها هي الأسماء مشاهدينا متابعين الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. ونهني مالك الظبية هناك سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. والتوقيت الزمني 9:24:06. نهني مالك الظبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. ثاني الأسماء آتت صناعة، والتوقيت الزمني 9:25:08. نهني خليفة بن حمد بن خليفة العطية. ثالث الأسماء وصلت حفلة، والتوقيت زمني 9:26:03. نهني سعود بن صالح بن حمد القمرة. فتهانينا والناموس للجميع.